شو معي هلا اورجيكم المفاجأة اللي وعدتكم فيها. بدنا نشوي كبة مشوية حلبية 100%. تفضل. المكان هذا هو مزرعة للبلدية بيستأجروها السوريين الموجودين هون المقيمين في مدينة كيل. في نظام سيستم معين رح نحكي اليوم مع المستأجر صديقنا اللي دعانا على شوي الكبة. رح نستفسر منه كيف بيتم استئجار هيك مزرعة وكم المساحة وكيف الطريقة مشان اللي بده يستأجر. أما وقت تشتغل وتساوي وتعمل الله يستر من الأعصاب. الكبة المشوية بدي ألصقها هيك مشان إيش؟ مشان لجواتها ينقلوا. فلذلك لازم الكبة المشوية نعمل لها ثقب بسيط وبس. والله الكبة المشوية لا يعلى عليها أكلة حلبية 100%. بس المشكلة إنه عم نلاقي صعوبة في يعني إنه نلاقي شحمة الكبة اللي هي بتعطي النكهة اللذيذة لهذه الكبة المشوية. ترى ابو بكر اقلب ابو بكر اقلب يا نظري اقلب. انا بس عم بصور. لا شلون استويت مظبوط صح؟ اوه ذهب. بسم الله. اضافه الى الكبه المشويه لابد من انه يكون في شويه هاي الجوانح، يعني شغله اساسيه. ايوه الجناحات القرمشه ما بتصير غير هاي مثل السناكات هيك. ايوه قرمشه هيك من المنقل له مباشر. يا سلام بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله. صحه وهنا يا شباب، صحه وهنا. عبيل كل مشتهي واللي ما عرف صح له مكان. هلا ابو بكري بده يشرح لنا شلون فيك تحصل هيك مكان باسعار رمزيه سنويه ان شاء الله. استنونا. فنان مخرج. كمان الكبه بسياخ لابد ان يكون لها نصيب بين المشاوي. الكبه بالسياخ طبعا هي عباره عن برغل مع اللحم طبعا ودهنه وشحنه مع بعض، فبيتكون كبه بالسياخ. وشكرا. المزرعه هاي فيها بركه دائما يكون فيها سمك بيتحمل البرد بيتحمل السقعة وبيتحمل التلج. سبحان الله خلق الله. بتكون هيك المساحة هاي الصغيرة دائما بيكون فيها
هالخضار هذا البسيط اللي بيتخبى فيه السمك الملون اللي اتوقع هو جولدن فيش. اتوقع حاولت ادور الاقي واحده ما الاقي، بس لقيت ضفادع. بكر الحبيب، اهلا نور الدين بك. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. الله يكرمك، شرفنا في لقائك خفيف. لك الله يكرمك، والله على راسي، والله انا لي الشرف. الله يسلمك، نورت المانيا ونورت كيل بوجودك. الله يجبر خاطرك، الله يا رب. على راسي يا بكري. أب بكر، بدنا منك كم معلومه بعد اذنك عن هلا المزرعه اللي اخذها انت هون. ايه، حسب ما فهمت منك بدنا ننقل هذا الشيء للمشاهد بحيث يعرف انه هلا الوضع بياخذ بيستاجر مزرعه. تمام. ويعني و... بيحسن الامور يعني استخدامها الشخصي. هلا بالنسبه لالمانيا الوضع معروف عند كل الاشخاص الموجودين بالمانيا هون، هذا الوضع يعني معروف. يعني اي شخص مثلا ساكن في مكان معين مثلا اللي موجود يعني هو هي رابطة الحدائق هي عندها يعني مثلا قطعة أرض كبيرة مخصصتها الدولة، يعني مثل هي مثلا، مثل هي مثلا فيها أكثر من 300 حديقة. أكثر من 300 حديقة. أكثر من 300 حديقة. كل حديقة مساحتها تقريبا مثل ما قلت لك 400 متر 500 متر. الحديقة مقسمة يعني لأكثر من قسم، قسم مثلا فيه هو عبارة عن مرج، وقسم ثاني هو عبارة عن أرض زراعية إنه أنت بدك تزرع، ممكن تزرع بندورة، بنجان، هالأمور هي الخضار الصيفية، أي شيء بدك تزرعه، بالإضافة للأشجار الفواكه. يعني ممكن اللي هون مثلا موجود بأكثر شيء اللي بينمو أكثر شيء يعني بالنسبة الكرز مثلا، عندك هون أشجار الكرز، التفاح، يعني هيك يعني بينجح هون كثير. فأي شخص موجود ما بده ري، إيه ما بده، وبده الكرز. معروف إنه شفت نحن عنا بسوريا كان مثلا بمناطق الجبلية شوي البيرد مثلا. نعم. مثل أريحة مثل نعم. هيك مثل الساحل. ايه، فأي يعني شيء انت مثلا هون بالنسبة لهي الأرض يعني انت مسموح لك أي شيء اللي بدك اياه تزرعه، بس المهم انه انت تهتم فيه. هي الغاية من الغاية من الدولة تعطيك اياها انك تهتم بالأرض اللي انت اخذتها. بالضبط، هي عبارة عن مساحات خضراء مخصصة الدولة للعالم يشتغلوا فيها، حتى موضوع المناخ وموضوع هالقصص، عرفت شلون؟ حلو. ما عندهم هنا استطاعة يجيبوا عمال يشتغلوا في الأراضي وهيك، يعني كسبانين هن بيرفهوا عن الشعب وهن. تماما بالضبط. وبيكون موجود فيها هي عبارة عن كوخ صغير، يعني بتحط فيها مستلزماتك مثلا. ممكن في عالم مركبة طاقة شمسية، شفت أنا هلا عندي طاقة شمسية. نعم. مشان الإنارة، مشان الكهرباء هيك. في عالم مثلا بحيطة فرن غاز، في كل شيء كل شيء يعني. انت بس أنا فهمت من كلامك فهمت من كلامك المرة الماضية إنه ما في استمرارية للمي أو طبعاً مشان ما تصير مسكن. بالضبط. هلا هنن أغلب المزارع معتبرة من الشهر الرابع للشهر العاشر بيجيبوا المي فيها، بعد الشهر العاشر بيقطعوها. ليش؟ حتى انه ما بيعملوا فيها كهرباء من الدوله فيها، يعني مشان ان العالم ما تعملها للسكن، لان هي اجار رمزي يعني 150 يورو بالسنه كلياتها، بالاضافه للمي. يعني انت ايش بتستهلك مي يعني بتدفعه يعني. أيوة. وفي موضوع تامين كمان شي 30 يورو اذا صار حريق. شغلات بسيطه جدا، بسيطة. ما في لا لفات ولا شيء. ايه، العاب اطفال بتحط فيها مثلا، هاي الترامبولين مثلا بتحط فيها، المرجيح كذا، هالامور هاي يعني. حلو. لا ايه، يعني هي عباره عن منفس يعني. منفس تماما. ايه تمام. نطلع فيها نحن كل اسبوع، بتعرف نحن الحلبيه يعني شلون؟ انك كل اسبوع لازم ايه كب المشويه، السياخ، الكباب، الشيش، يعني هاي الامور هي منفس يعني، عرفت شلون؟ بالاخير وبدها شغل بس بصراحه، بدها تعب. يعني انا بطلع سبت احد او احد بس، بتشتغل فيها 7 ساعات 8 ساعات، بين قص مرج، بين قص السور. هلا مثل هذا السور هذا اللي موجود هون لازم ينقص، هذا ما لازم يكون له علاوه معينه، له علاوه معينه يعني لازم ينقص. هلا هذا مو قصه، هذا اظن هي المزرعه مهجوره يعني، طلع اذا بتقدر يعني تطلع هون، شايف شلون؟ ايوه مهجوره يعني، هي ما فيها. الله خود بناخذ لقطات كمان المزارع، شوف يعني شو معتنيين فيها اعتناء يعني فوق الخيال يعني. بس هدول الجماعه مين؟ جماعه الرنتة اللي فوق 60 سنه و70 سنه. ايوه ما بعد عنده طاقه طول النهار فيها عشان طلع. هلا هذا ما بعرف تفاح، هذا تفاح قصيري، هذا ايوه طلع تفاح قصيري. هلا هذا يعد ملك عام لملك خاص،
هلا هي الدولة وقت تعطيك اياها بشروط العقد بتقول لك نحن لنا الحق باي وقت استرجع منك من دون ما نبلغك يعني او بلاغ بدون يعني انه ما في شرط عقد. ايوه نهائيا. ايه ايه ما بدنا اياها بناخذها منك يعني. أيوة. هي عباره عن ايجار ايه وبياخذوها ايمت ما بدهم، فهذا الشرط موجود فيها. يعني شفت هون بالمانيا او باوروبا بشكل عام ما بتقدر، وين يعني اذا بدك تعمل اكله مشاوي حكه مشاوي ما بتقدر مثلا يعني تطلع صعب. يعني تشوي بالبيت ما بتصير. انا بفيينا لاني انتوا بفيينا موضوع الحدايق ما بعرف انسى ما سالت عنه، بس وقت لنا نطلع جريل يعني نشوي برا في اماكن مخصصه بس عامه ما في شيء اسمه يعني والله تاخذ انت 500 متر تبرك فيهم انت وعيلتك. الحديقه مخصصه للشواء وبحطوا لك مكان للفحم مشان تكبه بعد ما يصير جمر وخلاص. ايه في عنا هيك شيء كمان، طلع هذا مركب صحن دش وبسميه معناته عايش هو هذا معناته. سيدي الكلام اللي عم تحكيه والله يعني هذا الشيء دليل على انه الدولة هون مهتمة بالشعب ومهتمة طبعاً بالمواطن وهمومه وبتحاول قدر استطاعها تخدمه يعني الحكومة لخدمة الشعب. مزبوط هذا الكلام مزبوط، بس مثل ما قلت لك بنفس الوقت هنين عاملين هالشغلة هاي لينشروا مساحات خضراء شلون يعني في البلد، وما عندهم هنن يعني مو ما عندهم الاستطاعه يعني ما بدهم يجيبوا عمال يشتغلوا والله هيك، فانه خلاص يعني انه الشعب هو بيخدم الشعب يعني هو بيخدم الشعب وهو بيطلع عليها. ايوه تمام هيك تمام. ما هو الشيء المميز في مدينة كيل اللي بيجذب الناس لها؟ شو في بحرة جوا حضارة؟ هي أول شيء كيل هي تعتبر مدينة سياحية كون أنه واقع على يعني على بحر يعني بحر البلطيق يعني. تماما. شفت ألمانيا كلها ما فيها بحر غير بهذا الطرف يعني طرف الشمال يعني البحر اللي موجود فيها. بس أهم شغلة بتميز كيل هي مهرجان كيل أو مهرجان أسبوع كيل، هذا كيلو فوخ بالألماني. أيوة. هذا بصير مرة بالسنة، طبعا صار له 3 سنين 4 سنين وقت كورونا وهيك ما صار، صار السنة الماضية بعد 3 سنين. بيجتمع فيه بهالأسبوع يعني أكثر من 2 مليون ل3 ملايين نسمة بقلب كيل يعني من مشتى بقاع الأرض كله. هو مهرجان سباق الأشرعة، بيجوا فرق من برا يعني. أيوة. وبالبحر سباق الأشرعة، بس بنفس المهرجان هذا بتلاقي كيل كلياتها هي عبارة عن شلون بدي أقول لك، إذا بالنمسا عندكم أنتوا فوخن ماركت نقدر نقعد هون كمان إذا بتحب. اتفضل. ايه شلون انا بفيينا تفضل شلون مثلا عندكم انتم بفيينا اكيد عندكم ال فاينختن ماركت. ايوه تماما. الفاينختن ماركت بتعرف انه بيعملوا هيك مثل براكات اكل وحلويات. صحيح صحيح صحيح. كيل بهذا الاسبوع كلها تتعبى بهذا البوظة، المشاريب، الأكل، كل الثقافات، كل العالم، مو بس حتى إنه ألمانيا يعني، يعني بيجتمعوا كل الثقافات هون. في عرب كمان بياخذوا محلات مثلاً فلافل هيك هالأمور هاي. هذا يكون بالشتاء طبعاً مو هيك؟ لا بالصيف هذا بيصير إيه بالشهر بآخر الشهر السادس. آخر أسبوع من الشهر السادس. آخر أسبوع من الشهر السادس. إيه السادس. أسبوع كامل يعني كيل كلك ما بتنام. ما شاء الله. هاي الشغلة الحلوة بكيل. يعني هاي اللي بتجذب الناس. هاي إيه هاي يعني كتير. والبحر السياحة يعني اللي فيها هي موضوع البحر بس يعني. شواطئ كيل
يعني ما بعرف انت رحت على شاطئ رحت شفته بس نعم. لازم تروح على في شاطئ شلكسي يعني هذا معروف كثير يعني هذا قريب من المزرعه اللي احنا فيها هذا كثير راقي ايه ممتاز كثير يعني ايه مخدم مخدم ايه كامل يعني بالنسبه لكل شيء يعني. اللي أنا كثير مسرور فيه. تسلم والله أنا. الله يسلمك. بنصيحة بشيء بدك تحكي أنت للكاميرا. هلأ النصيحة يعني هي مو نصيحة واحدة يعني هي أكثر من موضوع. هلأ ما شاء الله السوريين نحن بالنسبة كلياتنا السوريين ما شاء الله يعني الكل يعني بأوروبا كليات اللي درس اللي خلص دراسته اللي اشتغل اللي فتح مشروع خاص لحاله يعني. نحن طبعا السوريين بشكل عام يعني ما بنحب نقعد عالي على شخص او على مجتمع الحمد لله هي سمعه موجوده فينا لازالت يعني صحيح ببداية يعني كانوا على مركز العمل على الجوب سنتر مساعدات وهيك بس كثير عالم طلعت يعني واخذت جنسيات انا الحمد لله بفضل رب العالمين يعني حصلت على الجنسيه من سنه ايه تقريبا ايه حصلت على الجنسيه يعني وانا اول ما انا اول يوم وصلت فيه لالمانيا بال2014 يعني بعد اسبوع سجلت كورس انتهيت من اللغه هي اهم شيء موضوع اللغه لغه اي بعد سنه يعني خلص باشرت بالشغل يعني فتحت اول شيء محل موبايلات يعني وضليت 3 سنين فيه وبعدها انتقلت لشغل احسن بفضل الله يعني الحمد لله رب العالمين الامور تمام يعني اللي بده شيء دائما يعني اللي بده شيء بينجح فيه اللي بيطلب شيء يعني البلد هون بتساعد على الابتكار والابداع بالضبط يعني عندك فكره اشتغل فيها بالضبط هلا انا بالنسبه انا كشخص يعني طلعت من لهون يعني او مو انا اغلب العالم يعني طلعوا مجبرين صحيح مو اختيار يعني صحيح فهذا الشيء انجبرت عليه طبعا اول ما جينا عانينا يعني انا بالنسبه لي وضع البلد ما تاقلمت فيه يعني ايه بس خلص يعني فرض يعني. حالي انا خلص بهذا المجال يعني وخلص يعني فضل الله يعني الحمد لله رب العالمين الله هيك مثل ما بقول نرجع لبلدنا سالمين ان شاء الله نرجع نعمل ان شاء الله ان شاء الله الله يعطيك العافيه الله يجبر خاطرك الله يكرمك وان شاء الله بنشوفك في اعلى المراتب الله يسلمك يا رب ويخلي لي اياك الله ان شاء الله هيك عامل شويه ثانيه قادمة وأنا مني سلام.